شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك في ضلال مبين. وإذا تتلى كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
وعد الله وعد الله حقا إن وعد الله حقا وعد الله حقا وعد الله حقا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هذا خلق الله
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك يا بني لا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ إِلَيَّ الْمَصِيرُ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا إن الله عنده علم
إن الله
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تغفر الميزان والأرض
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت Yeah.
وأما من أوتي
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. شحات قرآن.com